هجوم وقفوا بالمطبخ بأكثر مطرح ما بحبه برش الليمون اشتغلوا الطريقة التقليدية بنحشي بإيدينا ضحكوا شوشط وسام حنا حرق لدي أنا عارف رح ننطر لتخلص الباستا واختبروا تعب أميتهم بليلة عيدك رح أقدم لك أطيب أكلة من إيدي أنا ما رح جيب لك هدية رح أهديك كفتة بالصينية كرمالك بعمل كل شيء وبالآخر كلماتهم كانت دمعة بالعين نور الشمس أطيب قلب بالدنيا كلها نورك ما بينطفي هيدا قلبي اللي عم يتكلم لو يختفي بحبك كتير يا سعد حب البشر ما كنت أقدر أتحمل إنه أنت تغيب عني كيف ليلة عيدك الأحد 10:15 على الـ MTV